طيب هنروح برضو لفرحة بقى نادي الزمالك، وزي ما قلت لكم يعني احتفالات نادي الزمالك امبارح وغطينا تغطية خاصة، وكان لينا لقاءات مع بعض اللاعبين أو عدد كبير جدا من اللاعبين. مهيب عبد الهادي كان موجود هناك وعنده حديث كبير ومطول مع اللاعبين والأجهزة الفنية والمستشار مرتضى منصور وتغطية خاصة. ولكن نبتدي باللاعبين محمد إبراهيم وفتح الله وحازم إمام ومؤمن زكريا، نشوف قالوا إيه المهيب ونرجع تاني. قدرت تصنع الهدف يمكن اللي هو قرب الزمالك للمربع ده. طبعا الحمد لله على النتيجه، ومبروك لجمهورنا الزمالك ومبروك للجهاز واللعيبه ومجلس اداره، واحنا تعبنا والحمد لله ربنا كان مخلفنا ادانا النهارده وفي وقت صعب، الحمد لله ربنا يكرمنا ويكسب. حته الحمد لله اللي انا الحمد لله الاداء احسن من الاداء اللي فات وماشي بمستوى كويس. في ضغط عليا كتير، مش عارف الضغط ده جاي من ناس كتير قوي. ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه يكون في وقفه للضغط وهيرجع محمد ابراهيم ومحمد ابراهيم. والنهارده اعتقد عملت جونين النهارده، حتى كنت وحش عملت جونين. فيا ريت اللي عاوز يتكلم كلمه يقولها، اي حد عنده كلمه يخليها لنفسه، اي حد معترض على نادي الزمالك على محمد ابراهيم في نادي الزمالك يروح ويقول محمد ابراهيم مش عاوز نادي الزمالك. اي حد انا بقولها طبعا فرحه، بس انا اي حد معترض عليا في نادي الزمالك يروح يقف ويقول محمد ابراهيم مش عايزين نادي الزمالك. محدش كلمك؟ لا في ضغط عليا انا من جوه من كل حته.